شيرين على عبك لعبة الهيليوم. دخلوا لي الهيليوم يا حبيبي، لعبة رهيبة. عمري ما اللي غير الأصوات. هات يا سيدي هات. أهو تاخذي الشفطة وبعدين تتكلمي. نفس. أنا لجاي أقول لك ارجع اسم. يلا ناخذها بس نفس عميق ونغنيها سوا. طلع كل الهواء برا. نفس. يلا بينا. أنا لجاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري يعني. أموت. كمان مرة. نفس جامد جامد قوي قوي. جو. أنا لجاي أقول لك ارجع اسمع علشان أنا صبري يعني. شوفي أنا حسألك سؤال وتجاوبيني بالهيليوم. أوكي أوكي. السؤال هو قد ايه انت مبسوطه جوه كربول بقى، جوه العربيه؟ مبسوطه قوي 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 مع الشومه والله. يا قلبي جبل والله شمد عسل. الله يطول عمرك ويخليك لي الساعه والله المباركه والله. ويخليك لينا هشام عدوب كده تبقى منور. لا لا الهيليوم سيدتي. بتاعت الكلام ده. أيوة أيوة. عمري جامده على فكرة. مشروع التمثيل مازال قائم ولا لا؟ طبعا بنحضر لفيلم كبير. بتحضر والله؟ والشخصية يعني شخصية بريئة مظلومة ظالمة؟ شيرين. شيرين؟ يعني أنا جوه الفيلم شيرين. أنت بتمثلي نفسك؟ زي نيكولاس كيج كده معانا الفيلم الأخير بتاعه. في وش تاني لشيرين الناس مش عارفينه؟ أبدا ابدا. هي دي شيرين القاعده معايا. هي دي هي دي. واسال جوزي واسال صحابي واسال سميره سعيد، اسال الناس اللي بتعرفني بجد. فيه فنانات وفنانين اخرين. بتحس التصنع موجود؟ مش تصنع، هم رسميين كده. رسميين شويه، لان انت عارف هقول لك. طب بيعملوا ازاي يعني؟ زي ايه مثلا؟ يعني مثلا يعني لو كانت في شيرين متصنعه مثلا. حوار لشيرين المتصنعه. 3 2 1. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. النهارده عندنا الفنانه الرائعه المتالقه شيرين عبد الوهاب. في ناس بيقولوا انه الاجازه الصيفيه قربت وانت بتاخدي بناتك وجوزك وبتطلعوا بتعيشوا الاجواء الجميله في سويسرا وأمريكا وأيضا في شنغهاي في الصين. أيوة. وفي كمان تنسيت سانت تروبي. جميلة جميلة جميلة. والحقيقة يعني الأولاد بيحبوا يتبسطوا، فأنا دايما باخدهم هناك. عندي في البوت بتاعي هناك راكن هو في سانت تروبي. في الجورنال أنا قريت قبل فترة أنه سألوا حسام قالوا له كم تمتلك من جواهر الفنانة شيرين. هو رد وقال أنا ما بيهمنيش كم الجواهر لأني أنا معايا الجوهرة الأهم اللي هي شيرين. شكرا لي والله يحفظه. نجاح بنسبة 10. شفت يا شيف يعني إيه يعني مش فاهمة.